فين؟ بوزر شايف انهم هيهاجموا تاني فقال لي ابعتك عشان تشوفهم. زفت مسلحين. ايوه هتصرف. حلوة قوي. هعرف بوزر دلوقتي. ريكي حول. من كوبلن للديكن سان جون. رد ديك انت هناك؟ هاي كوب. ايوه خليني اخمن، جايب لي شغل؟ تمام، انا هعدي عليك لما الاقي فرصه. ديك نحول. انا محتاج لها. خلصت. سلاحين السفلة. مش ممكن، انا هقتل كل واحد منكم يا سفلة. فرقة كاملة. لازم اخلي بالي. تعالوا هنا يا شوية سفلة. يلا نعمل كده. العين يلا. تعالوا هنا يا شوية سفلة. يلا يلا نعمل كده. تعالوا شوية من ده. هم العين يلا.
كان ايه ده؟ يا ابو جد مشكله. ترمى قنبله دخانيه. اخيرا ده حصل. مسكتك دلوقتي. يلا نعمل كده. تمام. يلا لجوه. ايه اللي حصل؟ اصابه تانية، متطفلين من الطريق، لازم نجمع رجاله ونطاردهم. ما تبصريش، دي مش مشكلتي. ماني معاهم. بعت ماني في مهمه لجمع الموارد. انا بدير المعسكر بس، وما بقولش لحد يعيش حياته. 60 ده يا كوب.
كوب، لقيت الموتوسيكل بتاعه، اشوف لو اقدر اراقبه. رجالتي هينصبوا كمين على سانتيم. ايوه لقيته خلاص، ديك نحول. يلا يلا ازاي ده؟ محتاج ده. مكنت من شايفهم. لا انا ما سمعتش حاجه. ديك اهلا بيك. ثواني ثواني، ما كنتش هسيبه يقتلك. وكمان مين هنا غيرك يعرف ازاي يصنع الكربوناتير من جديد؟ انجحت. اوه يا خبر، المكان امن.
رحت معسكرات كتير، ما شفتش حاجة زي دي قبل كده. أيوة ماشي، يلا تخرج من هنا. مش لازم تضغط عليا في الموضوع ده. خردة هو ايه اللي حصل؟ كنت بتعمل ايه بره هنا؟ مش عارف، ما اشتركتش في عملية من شهور، حاسس اني ما كنتش، مش عارف بأدي دوري. فاهم، في اغبياء كتير معاهم سلاح بره يا ماني، مش كتير يعرفوا يصلحوا القرف اللي سايقينه حوالين المكان. ايوه ده بالظبط اللي قاله كوب. ايوه لأول مرة اتفق مع الاغبياء دول. طب ايه رأيك؟ ليه الموضوع عامل كده؟ طريقة ايه؟ كل واحد هنا بيحاول يقتل الباقيين. ماني، انت عارف كم واحد كان محبوس في السجن قبل القرف ده ما يحصل؟ اقصد هنا في الولايات؟ معرفش. 2.5 مليون. عد اللي خرجوا بإفراج مشروطه تحت المراقبة تقريبا 7 مليون. طيب واحد من ضمن 35 مليون كان واحد ما يهموش القانون، وهم دول بس اللي اتقبض عليهم. قرف. فكده السؤال مش هيكون الوضع عامل كده ليه دلوقتي، السؤال هو الوضع ما كانش كده ليه على طول. شكلي أفضل في المعسكر من هنا ورايح. أعتقد دي فكرة كويسة. تقدر تكمل هنا؟ أيوة يا ديك، أنا مدين لك. كان ممكن أكون ماي دلوقتي لولاك. ماني، اشتغل كويس. اشتغل كويس، ده أكل عيشك. ودلوقتي اخرج من هنا.